أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. ولك أنت إيش أعمل معك؟ إيش الحل معك؟ بس فهمني إيش الحل معك؟ يخرب بيتك من حالك؟ ولك أسبوع الجاي امتحاناتك؟ أسبوع الجاي امتحاناتك؟ أنت ما بتزوق لحالك، ما عندك دم، ما بتستحي. ولك ما بتقول حالك أمي تبهدلني كتير، ما بتستحي. ولك أسبوع الجاي، أسبوع الجاي بترسب، ولك بترسب. نعم أرسب. لك شو بدي أسأل أمي؟ أنت مستوعب الكلام اللي عم بتقوليه؟ انت كلام اللي حكيتيه مستوعبي؟ انت بتمك ايش قلتي؟ لسه في اسبوع، اسبوع اسبوع كامل، يعني اسبوع كامل. لحظه شوي، خليني احسب لك اياها، خليني احسب لك اياها. اذا قلنا اسبوع سبعة ايام، النهار 24 ساعه، حلو خليكي معي، النهار 24 ساعه، معنا 168 ساعه. اذا قلنا 168 ساعه ضرب 60، لك لسه في عندي 10080 دقيقه. وقت وقت طويل لسه كتير امي، حسبت لك اياهم بالدقيقة، لسه بكير كتير حفظ. بالله شو؟ عم تحسب لي اياهم بالثانية؟ ولك يخرب بيتك من حالك، بدك تحفظ ولا لا بقى؟ ولك بدي احفظ كمان، بدي احفظ بس جوعان، وانا ما بعرف احفظ لكن جوعان. طبعا 24 ساعة اكل، 24 ساعة شرب، 24 ساعة حمام، 24 ساعة بالمطبخ عم تفتل، 24 ساعة واقفة على برندا عم نشم هوا. بس بدك تضيع الوقت، شلون بدك تضيع؟ ما بتعرف، المهم ما تحفظ، المهم ما تفتح الكتاب، بس تضيع الوقت، بس تضيع الوقت وتصير وقت اللي بدك تنام، بس المهم انك ما تحفظ. قسما بالله يا عبادة، إذا بشوفك طالع برات الغرفة لبرا، متجاوز حد الغرفة وطالع لبرا، أنا بعرف شغلي معك، وهذا الكلام موجه لكل اللي بالبيت، ممنوع تاخذوا وتعطوا مع عبادة طاول. لسا بدي أشوف الأنسة خدوج، لسا ما أجت كمان، اليوم كان عندها امتحان البارحة، بيك عم تحفظ؟ لا ما تحفظ. بيك على الفرج على مسلسل صبايا. ولك يخرب بيتكم من حالكم، من مين قالها انا؟ منك من اختك خدوج، طلع على برا ما في بلوك حفاظ. يلا اقسم بالله انا لازم احكي مع الام بي سي واخليهم يعطوا دور جبل لامي. ناقصها كلمه وحده بس بتصير جبل، ناقصها كلمه سبات. مع مين عم تحكي انت؟ لا ما 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 بحكي مع حدا، شوف عم بحفظ كمان، عم بحفظ، ما مين بتحكي يعني؟ بي قرب، بصي وبصي بص. هاي ايفريبادي، ايه تعي بكي قدامي هون اشوف ايش صار معك بالامتحان اليوم. الحمد لله ممتاز، الوضع بجنن. قولك اين الوضع؟ ليش انا عم بسألك عن الوضع؟ عم بسألك عن امتحانك، شلون ايش صار معي؟ قولك امي امتحاني كان كويس، عبالك بجنن، ليش ما بتعرفي بنتك متفوقة؟ ومشان ترتاحي خلصت الامتحان وجبت 57 من 60. 57 من 60؟ عم بتقولي هيك وانت رافع راسك يعني؟ تلات علامات وين راحوا؟ وين رحتي فيهم تلات علامات؟ شو وين راحوا امي؟ يروحوا مع اللي راحوا، وش بدي منه انا راحوا يعني؟ ايش اعمل انا يعني؟ بعدين ما بكفي انا عم بفيق من الصبح من الساعة 7، عم بروح على المدرسة وبجي، اصلا انتوا لازم تعطوني مكافأة على الانجاز اللي عم بعمله. بعدين امي رجاء مالي قلب اخذ وقعد طول انه تعبانة وداخلة احط راسي وانام. نعم 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 نعم، نعم. بلا جاي لي ليش بدك تعملي؟ شبك امي انا قلت شي غلط؟ انا بدنا ننام هيك ننام يعني؟ قولك نوم اهل الكهف ان شاء الله، يخرب بيتك من حالك، شقد ما نمتي هتشبعي نوم. طبعا لو امبارح عبالك حفظاني مثل عالم الخلق، كانوا هدول ثلاث علامات ما راحوا عليكي. بس بدك تبركي تتابعي مسلسل صبايا، مسلسل صبايا كثير مهم، لانه شوفي وليك مباشره بتقومي بتغسلي ايديكي وبتدخلي على غرفه السفره، مو غرفه النوم، لاني بارك فيها عباد وعم بحفظ، ما بدي تبركي انتي بغرفه وحده طاول، تبركي بغرفة السفرة وبجي حفظ من هلا لامتحان بكرة. يلا امي، حدا قالك انا كنت بالسوق شي؟ حدا قالك انا كنت عم بعمل شوبينج؟ كنت عم بلعب العاب؟ اكل شاورما وجاي مروقة؟ انا كنت بالمدرسة، كنت عم بقدم امتحان، جاي يعني معصبة، جاي جوعانة، لازم اغسل، لازم اكل، لازم ارتاح، وبعد المغرب بحفظ. ما في شي اسمه بعد المغرب، هلا يعني هلا. امي ببلاد اوروبا لما بيجوا ولادهم من امتحانات ايش بيعملوا؟ تعلمي، اول ما بدخلوا ببوسوهم، بياخذوا الشنطاي منهم، بحطوا لهم اكل مشان ياكلوا، بيرفعوا من معنوياتهم. لك تعلموا هالطريقه شوي، لك تحضروا شوي يعني. انت هلا مشكلتك بس بالراحه؟ ماشي يا ستي، راح اجي معك، ادخلي شوي لجوا، ريحي وبلشي احفظي. يلا هل شوي شقد يعني؟ مو اقل من ساعتين ثلاثه امي، وهيك وصار المساء، بنبرق بنتعشى برواق، بعدين بدخل على غرفتي وبحفظ. بظن الرساله وصلت تقبريني، ولو معقول ما تصل يا ستي؟ ايش رايك بدك تدخلي هلا وتبلشي حفظ؟ يلا لشوف هلا بقى. بظن انا انه الرساله تبعيتي وصلت، ولو وصلت الرساله، ما شفتش قد سريعه وصلت. انا قايمه بلش حفظ من هلا، ولك ان شاء الله بموت وترتاحوا مني.
وعلى فكرة كده شوية رح أسيدك تيش ها تحت بحسابك. وانتو يا حلوين النهاردة لسه ما اشترك بالقناة، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، واللي ما حط لايك كمان حط لايك لأنه ما بقى حريب، لأنه خلاص احنا وصلنا على 500,000، هلا بقى صار بدنا نوصل على 600 مباشرة دغري دون ما نوقف طاول على 600 مباشرة، وتحت بصندوق الوصف في رابط حساب الانستا، تعالوا تابعونا على حساب الانستغرام وشوفوا الستوريات. والله شكلها هي ما عم تحفظ، خليني اشوفها. صبارة هات رأيك انت لأشوف، ايش رأيك معقول انجح انا ولا برساب؟ يخرب بيتك احترمي حالك ولا تنسي انك كلك على بعضك شقفة صبارة، لا رحتي ولا جيتي. لا 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 معقول انسى ليش منتسى انت ايش عملتي؟ يخرب بيتك من حالك، طعم من راسي ها طعم من راسي، انا جوعان كتير لازم اطلع برات الاوضه هلا. قسما بالله يا عبادة اذا بشوفك طالع برات الغرفه لبرا متجوز حد الغرفه وطالع لبرا انا بعرف شغلي معك. لك مجرد تفكير بالدراسه بجوع. لا بقى صار لازم نحط خطه بقى لهالموضوع. وهلا من بلش تخطيط؟ اذا انا اوضتي هون والمطبخ هون ولحتى نصل من الغرفه للمطبخ احتمال يكون ابوي بالمطبخ، وحتى نصل المطبخ وما يحس علينا لازم نفكر بطريقة نخليه ما ينتبه وندخل ناخد أكلات بدنا إياها ونطلع بشكل سليم. بس صار وقت التنفيذ. منيح ما شافني بس ولو حاسب الحساب انا. قولي يا ضيف يا ضيف شكله بيت مسكون، شكله بيت رجع الجن، رجع الجن على البيت. قولي دقيقة دقيقة دقيقة. اقسم بالله انا لازم اروح على اليابان من ذكائي. ايوه عبادة هذا انت؟ هذا اللي ما كنت حاسب حسابه امي. بس ولا كلمة لا تحكي ولا كلمة يا سيدي، اذا بتضل ساكت الك عندي مكافأة كثير حلوة. اندوي ماشي موافق ما بقول لحدا. هات بسرعة اتاخدها وما عودشك على غرفة لا من شاف ولا من دري. اي مو تكرم عيونك. آه يا حشرة شفتي أمي؟ عشان تعرف إنه أنا مالي كذاب. برافو عليك مجودة، بهالحركة عجبتني. آخ يا خاين والله ما رح تفرط من بين إيدي وعم تهدده وأنا واقفة كمان. مين رجع طفى الضو؟ إيه علينا هي لسه بالحمام ما طلعت كل هاد، انا ممكن افهم ليش كل هاد بالحمام. يا انسه خدوش خانم شو نمتي جوا عشان نعرف اذا نمتي جوا ولا لا عشان نجيب الفرش اللي عندك. يلا يا خانم في امتحانات لا تنسي. قولي ايش في؟ قولك حتى انا بالحمام لازم ادخل معي الكتاب واحفظ جوا. طبعا حتى وانت بالحمام لازم تاخذي معك الكتاب وتحفظي. قولك هي بكالوريا، ولك هي بكالوريا ما يلعب يخرب بيتكم من حالكم. ايش نعمل معكم؟ ولك انا ايش عمل يا ربي حتى يبتدي ابتداء فيكم؟ يخرب بيتكم. ولك خلاص خلاص هاي كلمتين حفظناهم معكم غيره انت وامي. ها خلاص انضربت على قلبي. طلعت طلعت لان سوريا عاصمتها دمشق ولبنان عاصمتها بيروت، السعوديه ايش عاصمتها؟ الرياض. ولك انا عبقريه شو؟ عم تحفظي ولا لا يا خانم؟ عم بحفظ امي، عم بحفظ. ايش شو هاد؟ هذا دفتر، وش عم بعمل انا؟ مسجلة عليه معناته انا عم بحفظ منه مزبوط؟ ايه فتحي مخك، فتحي مخك وركزي بقى، بركي رب العالمين بجبر بخاطرك وبنخلص من هالقصة بقى. والله يا امي انا عم بريد احفظ، بس في شيء في شيء معقد، في معلومات معقدة، عرفتي؟ في معلومات معقدة بس بعضها هيك بده حدا يفكها، فهمتي علي؟ ولو انا اللي فهمت عليكي، ليش ما عم تقولي لي؟ انا اللي بفكر لك ياهم. هاها انا كنت عم بدور على هيك حل، انا كان بدي حدا يساعدني، المعلومات انفكت. شكرا امي. ايه مو تكرم عيونك.
كل ما بيطلع لك معلومه بدفاك ما بدفاك معك سخين انا بفكر لك اياها. احفظي احفظي يخرب بيتك من حالك. كله ضرب كله ضرب كله ضرب شين هل راح اهج منكم وارتاح. شو خدوج افرك عيوني انا بحلم ولا بعلمك احفظي ولا لا؟ شوفي انا امك نازلين رايحين مشوار على السوق ما راح نطول ساعه ونص ساعه نجيبك بغرض البيت برات الغرفه ما بتطلعي بتضلي عم تحفظي فهماني؟ خلاص تاكلوا هاي بنت وبابا خلاص روحوا توكلوا على الله لان الغرفه ما راح اطلع طاول. ايه الله يفعل بك ما تحفظي. يلا احنا رايحين خدوج ماشي ما تطلع برا ها يلا سلام. واخيرا نركب زقتو بالبيت مع عم تطلعوا. يلا يا صبايا يلا يا صبايا خلينا نلحن نلعب لنا جيمين ببجي وما يجوا اهلي بسرعه يلا. يخرب بيتك ببجي والله كنت عارفان ما منك امل. بسيطه يا خدوج انا بعرف شغلي معك كملي. انتبهوا انتبهوا يا جماعه بدنا سلاح بدنا سلاح بسرعه. ايش نعمل ايش نعمل قولوا لي انا برايي ايش في قنبله موتوا كلنا فورا. لك ايه والله فكره حلوه معك حبابا. بابا بابا قولي قولي على طول ان شاء الله قولي على طول ان شاء الله قولي على عرض ان شاء الله قولي على بخيت ان شاء الله. يا ارض شقي وبلعيني يا ارض شقي وبلعيني الله ابن حلال بابا والله ابن حلال. هلا كنت عم بقول لرفقاتي لازم نوقف اللعب ونصير نحفظ طوش ونعرف نذاكر بالاتحاد يعني حتى اذا بدك تسالهم ابن حلال والله ابن حلال. لسه عم تكذبي لسه الك عين تكذبي والله تراك لي قتل لحتى اخلي الحاره كلها تشمت فيكي. الله طب طول بالك طول بالك والله ما مستاهله ما مستاهله طول ما مشاني مشان صحتي حلال والله مشان صحتي يا تراك لي هم على وقت تسالي على صحتك انت تعي لعندي. عبادة يخرب بيتك نايم والكاي مذاكرة عم تحفظها هذا امتحان بدك تقدمه يخرب بيتكم كنت تفرجوني انتو ولو كنت تفرجوني. مين؟ ايش في؟ مين مات؟ ايش في؟ في عزائيل جاي ياخذ روحك هلا انت عم تحفظ ولا نايم؟ لك لا امي وين نايم ما نايم بس على طول انت بتفهميني غلط شايفة شو بتفهميني غلط؟ انا بعد ما تعبت كثير من الدراسه هيك وتعبت وتعبت تعبت قلت لحالي باخذ لي قيلوله شوي فبما انه هلا انا خلصت وصار لي اكثر من 3 ساعات عم بحفظ خالص. هلا شو بتعملي انت؟ بتطلعي لبرا بتطفي الضوء بتسكري الباب لانه انا قايمه احط راسي وانام لبكره سلبناها عليكم. اطفي لك الضوء اسكر لك الباب بموت لك عيونك رح اعمل لك ايش بدك اياه تفضل عندي. طول بالك امي قلت لك طفي الضوء وطالع برا يعني انت برا لا تقربي لهون طول اذا بتقربي علي بتضربي بصرخ لك لابوي ها بابا يا بابا قولي عم تصرخ لابوك على اساس كثير خفت انا ولك شو بكم ايش في بضل صوتكم طالعة ابو عبادة اذا سمحت موضوع بحله انا وابني لا تدخل طاوله ما حدا له علاقه طاوله وانت تعال عندي. طولي بالك مو عمر الدراسة المهم سلامة الولد. اه قولي دخيل كراسي دخيل كراسي ها ها شايفة شايفة شلون ابوي خايف علي شايفة الا بابا الا الا علمك تعلمي من ابوي شلون بصير التربية على وقت صيري مثله تعلمي بابا شو خايف على صحته ابو عبيد انا ما قلت لك لا تدخن اصلا الولاد ما راح يطلعوا فاشلين غير من وراك عم بقول لك انا يا سيدي هي مثل ما بدك تركت لك اياه تعال بقى خليني اتفاهم معك. قولي قولي اهدي يا محمد اهدي يا محمد تصطفي منك له على وقت كسيده انا مالي عراق قولي قولي يا ناس ايه وين بدك تروح مني انا بدي حدا فيش اهلي فيه الله اكبر.